وتستمر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وللمزيد حول هذه الفعاليات ينضم إلينا مباشرة على الهواء الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود، وهل لك أن تطلعنا على أهم وأبرز الفعاليات الآن؟ أرحب بكم ريهام وإيمان من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا نتابع كل الفعاليات المستمرة التي لا تتوقف الحقيقة في مدينة العالمين الجديدة في كل الأماكن المختلفة، وربما لازلنا نتابع التطورات الجديدة التي تقدمها إدارة المهرجان فيما يتعلق بالفعاليات المستمرة المتنوعة والمختلفة، وأيضا التعاون المستمر بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل الوزارات والمؤسسات المختلفة. فكنا نتابع بالأمس زيارة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وأيضا يعني اللافتة الإنسانية الجميلة في الاهتمام بذوي الهمم من الأئمة والواعظين في وجودهم في الشاطئ المخصص لذوي الهمم، وتأكيد من وزارة الأوقاف على أن هذا في إطار التعاون ما بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بسواء الإنتاج الديني المختلف على قنوات الشركة المتحدة أو حتى في تغطية المؤتمرات أو الفعاليات الخاصة بوزارة الأوقاف. في أيضا اليوم يعني كان هناك عدد من الفعاليات بالأمس استمرت في المنطقة الترفيهية، وربما أحيت فرقة العريش للفنون الشعبية وأيضا فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، أحيت عدد من الفقرات الفنية الجميلة التي لاقت إقبال كبير من الجماهير ومن الأسر والعائلات في المنطقة الترفيهية، التي شهدت أيضا استمرار لبعض الجولات الرياضية والفعاليات الرياضية المستمرة سواء في ملعب كرة القدم الخماسي أو حتى كرة الطائرة الشاطئية، والخاصة بطلاب الجامعات الذين لازالوا يتوافدون على الفعاليات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة وفي مهرجان العالمين. وربما ستستأنف هذه الفعاليات اليوم بوجود فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، ستتواجد في المنطقة الترفيهية وستقدم عدد من فقرات التنورة أيضا، وفرقة التنورة التراثية ستتواجد لليوم الثاني على التوالي في تقديم كل هذه الفعاليات المختلفة، بالإضافة أيضا إلى استمرار دوري الجامعات الخاص بكرة القدم وبعض الرياضات الأخرى في كرة الطائرة الشاطئية أيضا وكرة السلة. ستستمر هذه الفعاليات اليوم بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات، وهذا في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى أنه يتم أيضا الاستعداد لاستقبال الحفل الكبير في اليو أرينا يوم الجمعة القادمة الخاص بكايروكي، وهو يعني حفل ضخم ينتظره كل عشاق كايروكي، بالإضافة بالطبع إلى الأنشطة الخاصة بالأطفال والمستمرة في المنطقة الترفيهية سواء خاصة بمنطقة الكيدز إيريا أو حتى بعض الأنشطة الأخرى الموجودة في معرض الأسرة في معرض تنمية الأسرة المصرية. هناك بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال، بالإضافة أيضا إلى حرص الشركة المتحدة على تواجد بعض المبادرات المختلفة الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة، ويأتي على رأس هذه المبادرات مبادرة نورة التي تتواجد في معرض تنمية الأسرة المصرية، وهي المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين الفتيات في سن مبكر وتأهيلهن وتدريبهن، والمبادرة تأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة أيضا إلى وجود عدد كبير من الفعاليات الخاصة بسباق السيارات وأيضا الباراموتور وأيضا الطيران الشراعي، فعاليات متنوعة كبيرة تستقطب عدد كبير من الزائرين. نعم. وربما بالأمس كنا نتابع إقبال الزائرين وأيضا الأسر والعائلات يعبرون عن مدى سعادتهم بالتطور السياحي والعمراني في مدينة العالمين الجديدة ومدى التنوع المختلف الجميل في مهرجان العالمين الجديدة الذي يجدون منه يعني قضاء متعة جميلة في مدينة العالمين الجديدة. وبالتالي أيضا الفعاليات ستستمر حتى 30 من أغسطس الجاري بفعاليات متنوعة، والمهرجان في كل وقت وفي كل يوم يعلن عن مزيد من المفاجآت ومزيد من الفعاليات الجديدة التي يعني تليق بجمهور وزوار مهرجان العالمين الجديدة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات التي لا تنتهي في مدينة أشكرك العالمين. شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك محمود على هذه المتابعة الوافية.